رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح أعمال الجمعية العامة الرابعة لتحالف الساحل. اختتام الدورة 12 لمجلس وزراء مجموعة دول الساحل الخمس، والمجلس يصدر قرارات تهدف إلى تسريع وتيرة التنمية وتعزيز أمن دول المجموعة. وزير الزراعة يزور مشروع استصلاح مزرعة بحيرة تركيز ويؤكد أن الدولة تعول عليه في رفع تحدي الأمن الغذائي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى تفاصيل الرابعة، حيث أشرف رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني رئيس الدوري لمجموعة دول الساحل الخمس اليوم في قصر المؤتمرات بنواكشوط على افتتاح أعمال الجمعية العامة الرابعة لتحالف الساحل. ويتضمن جدول أعمال الجمعية مناقشة عدة مواضع، من بينها موضوع الأمن والتنمية، ويتم خلاله تقديم عرض عن العلاقة بين الأمن والتنمية، إضافة إلى تقييم السياق الأولويات بالنسبة لدول الساحل، وكذا تقديم استراتيجية جديدة للتنمية في مجموعة الساحل ودعم ساكنة دول مجموعة الساحل في سياق عدم الاستقرار وانعدام الأمن المتزايد. كما تتناول أعمال الجمعية موضوع الشراكة المتجددة للمجموعة والأولويات الاستراتيجية الجديدة، حيث سيتم خلاله تقديم عرض عن ما قدمه الساحل والخطط المستقبلية ومدى تعزيز الصمود السوسيو-اقتصادي والقدرات الأمنية والغذائية والتنمية الإقليمية والولوج للخدمات الأساسية والالتزام بأجندة التحول في الساحل من خلال مبادرات استراتيجية مزدوجة للسنوات القادمة. حضر افتتاح أعمال الجمعية العامة لتحالف الساحل الوزير الأول السيد محمد البلال مسعود ورئيس الجمعية الوطنية والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير مدير ديوان رئيس الجمهورية والوزير المستشار برئاسة الجمهورية وعدد من أعضاء الحكومة وممثلو أعضاء السلك الدبلوماسي والمؤسسات المالية الدولية وممثلون عن وكالات التعاون الأممية. تتمت مساء أمس في نواكشوط أعمال الدورة 12 لمجلس وزراء دول مجموعة الساحل الخمس المنعقدة على هامش الجمعية العامة الرابعة لتحالف الساحل. المجلس صادق على شروط المرجعية لاكتتاب مكتب يكلف بإجراء التدقيق التنظيمي للأمانة التنفيذية للمجموعة وإنشاء لجنة توجيهية للتدقيق. نواكشوط تحتضن الدورة العادية 12 لمجلس وزراء دول الساحل الخمس. وزير الاقتصاد والتنمية المستديمة عبد السلام محمد صالح رئيس مجلس وزراء مجموعة دول الساحل الخمس قال إن هذا الاجتماع من أجل التباحث والمصادقة على الاستراتيجية الجديدة لتنمية وأمن مجموعة دول الساحل الخمس للفترة ما بين 2023-2033، والتي ستمثل البوصلة التي توجه أعمال ومبادرات المجموعة الهادفة لبلورة رؤية مشتركة تضمن السلام والازدهار لمنطقة دول الساحل الخمس خلال السنوات القادمة. وأضاف الوزير أن هذه الاستراتيجية الجديدة تستهدف في أفق العقد القادم تحسين شروط الأمن والتنمية المستدامة لساكنة فضاء مجموعة دول الساحل الخمس. وترتكز هذه الرؤية على مواجهة ثلاثة تحديات جسام هي تكييف المنطقة في مجال مواجهة انعدام الأمن، دعم جهود التنمية في ظل حالة الهشاشة الأمنية وتزايد حالات الطوارئ الإنسانية، تحسين المجال المؤسسي لتدخلات مجموعة دول الساحل الخمس. وشهد هذا الاجتماع الخروج بتوصيات حيث صادق المجتمعون على الاستراتيجية الجديدة لتنمية وأمن مجموعة دول الساحل الخمس.
وفي ختام هذا الاجتماع هنأ وزير الاقتصاد والتنمية المستديمة عبد السلام محمد صالح وزراء مجموعة دول الساحل الخامس على الخروج بهذه النتائج المهمة للمجموعة، مؤكدا أن هذا المجلس سيمثل علامة فارقة ومهمة بخصوص تفعيل مجموعة دول الساحل الخامس نظرا لأهمية القرارات المتخذة، داعيا إلى ضرورة إقناع كافة الشركاء دون استثناء بصواب رؤية المجموعة وملائمة تقييم التحديات الجسام الأكثر استعجالية، الأولويات والبرامج والمشاريع. أدى وزير الزراعة رفقة السلطات الإدارية في ولاية ترارز زيارة تفقدية لمشروع استصلاح مزرعة بحيرة تركيز الذي يتجاوز أو تتجاوز مساحته 3000 هكتار. الوزير أكد خلال لقائه سكان تركيز أن الدولة تعول على هذا المشروع في رفع تحدي الأمن الغذائي في المنطقة والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الخضروات. 3500 هكتار هي مساحة مشروع استصلاح بحيرة تركيز، وهو أكبر مشروع وطني من نوعه في البلد، جاء تنفيذه انسجاما مع خطة الدولة في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الخضروات، فضلا عن توسيع دائرة النشاط الزراعي في المنطقة عبر هذا الاستصلاح الضخم. وزير الزراعة السيد ماما والبيبات حرص على أن يكون هذا المشروع هو أول نشاط ميداني له لما يكتسيه من دلالة وأهمية في خطة الدولة التنموية الجديدة. هاي الخرجة هي أول خرجة عدلتها لها دلالة واضحة، بعدين نحتسب أن المشروع مشروع من أكبر مشاريع قد عرفهم الوطن، أول مشروع يعدل 3500 هكتار في مشاريع بالفعل موجودة 800 هكتار 1200، لكن هذا هو أكبر مشروع الحمد لله قد نقام به في الوطن، وراجي منه إن شاء الله لأنه يساهم بصفة كبيرة في الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الكرطريك، وآمالنا كبيرة بأنه إن شاء الله في الحملة المقبلة يبدأ إن شاء الله العمل فيه، والحكومة عطيته أولوية وتوجيهات أيضا فخامة رئيس الجمهورية، لأن هذا اللي قاعد كامل يعدل من من من, من, من الأراضي وشو تصلح واستفاد منه الساكنة، ومتابعة دقيقة من أيضا من الوزير الأول وحكومته، راجين إن شاء الله بأن إن شاء الله مستقبل قريب لأن هذه الأهداف السامية أن توصلوا لها. وزير الزراعة رفقة والي ترارز المساعد وحاكم الركيز والوفد المرافق تجول بين مختلف مرافق المشروع، بدءا بمتابعة عرض لمشروع الاستصلاح والتفاصيل الفنية للمشروع الذي ينتظر أن ينطلق نشاطه في الحملة الصيفية القادمة. كما تجول الوزير بين مختلف محطات المشروع ووقف على مختلف ورشات العمل المائية وقنوات التوزيع على طول وعرض المشروع. الوزير استمع إلى عرض مفصل عن مكونات المشروع الذي يتغذى من رافد العويجة عبر قناة مائية بطول 43 كيلومتر، وأكد الوزير على ضرورة توخي الدقة والإتقان في العمل والمواكبة التجريبية للمشروع طيلة عام كامل حتى يتم تلافي النواقص المسجلة بعد بدء الاستغلال. وفي اجتماع موسع بساكنة تركيز استعرض وزير الزراعة السياق الجديد الذي يندرج فيه مشروع استصلاح بحيرة تركيز الهادف من ضمن أولويات متعددة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي وخاصة الخضروات. زيارة بالنسبة لنا زيارة تطلع على الأعمال المقام بها هذا المشروع، وكنا نختار نوقفه على اللي فات وعدل فيه كامل والنواقص اللي فات فيه عاد فيه، ونستمعوا للقائمين عليه يقولون ونصمتوا منهم على ذاك اللي كامل مازال ما فاتوا فوق، من اجل كان المشروع اللي الساكنه تتحراه فارق الصبر والحكومه تتحرى نتائجه فارق الصبر يكانوا يصبح واقع. بعد الزيارة كل أمل بل إن شاء الله في هذه الحملة الصيفية المقبلة أن إن شاء الله ندور ندشن بداية العمل فيه.
مداخلة المواطنين انصبت على تثمين مشروع الاستصلاح التاريخي الذي طالما انتظرته الساكنة المحلية، وتعلق عليه الآمال الجسام في خلق قطب تنموي جديد يحقق للمدينة استغلاليتها الغذائية ويدعم التنمية القاعدية، مطالبين بأن تشمل الاستفادة الجميع وأن يعم ريع المشروع كامل المنطقة. نظم المرصد الوطني للمرأة والفتاة بنواكشوط حفلا تكريميا للنساء المنتخبات في البرلمان والمجالس الجهوية والبلدية تشجيعا لهن ومناصرة لقضايا المرأة. التظاهرات دعت إلى مناصرة كافة القضايا الحقوقية للنساء والعمل على ترقية حقوقهن وتمكينهن من المشاركة في تسيير الشأن العام وصنع القرار السياسي. يدخل هذا الحفل المنظم من طرف المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة على شرف السيدات النواب في الجمعية الوطنية ورئيسة جهة نواكشوط والسيدات العمد في إطار مناصرة المرأة المنتخبة وإبراز المكانة التي أولتها السلطات العمومية للنساء بغية تمكينهن وإشراكهن في صنع القرار. رئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة بيّنت في كلمتها أن البلاد تعيش مرحلة تبشر بآفاق واعدة لصالح المرأة وتبويها مكانتها اللائقة. إن مظاهر التمييز في العالم تؤثر على نصف البشرية بكامله، أي النساء والفتيات، وخاصة في دول المنطقة، وتزيد نوعية حياة النساء سوءا من جراء عدة عوامل من بينها الفقر والتهميش وضعف الخدمات العمومية في مجالات الصحة والأمن الشخصي وغيرهما مثل انتشار العنف، وهي مظاهر تذكر أحيانا بالأشكال المعاصرة للعبودية التي تعاني منها النساء أكثر من غيرها. لذا يرجى من الحكومة أن تضاعف الجهود لنبذها من خلال مزيد التوجيه للإدارة العمومية من أجل حماية حقوق النساء والفتيات حتى تكتمل الصورة بعد الجهود العظيمة التي قيم بها من أجل مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر وبالمهاجرين وأسرهم. وأنتهز الفرصة لتهنئة الحكومة على نجاحها في هذا المجال، وخاصة بعد التقرير الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية. من جانبها دعت رئيسة جهة نواكشوط إلى مناصرة حقوق المرأة والعمل على المصادقة على مشروع قانون العنف ضد النساء. نطلب من أخواتنا في الجمعية الوطنية مناصرة قوية ذاك لمشروع القانون ضد العنف النساء ضد النساء، اللي في الحقيقة آن الأوان بعد انه يتم المصادقه عليه. واحنا هون كل حاله كاملات، كيف تعرفوا كيف يعرف كل رقاش، ما عندنا شيء ابدا متناقض مع ديننا الحنيف، بل هذا هو المنطلق معاه باللي لقى المراه وحدها لا ننتج برضه اللي اعطاها الاسلام من حقوق كافيه ذاك كافيه. وخلال هذه الاحتفالية أجمعت المتداخلات من النساء النواب على ضرورة السعي إلى تنمية البلد وتطوره، داعيات للعناية بحقوق المرأة وتمثيلها في جميع المستويات، مطالبات للجميع بتكاتف الجهود من أجل التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للنساء الموريتانيات. يعقوب الصوفي، الموريتانية. أعلن المكتب الوطني للصرف الصحي ظهر أمس عن اكتمال عملية شفط المياه التي خلفت الأمطار بالعاصمة، وذلك بعد نحو 24 ساعة من مباشرة فرق المكتب لعملية شفط المياه ونقلها خارج العاصمة عبر صهاريج هيئت للعملية. وأكد المدير العام للمكتب جاهزيته لمواجهة أي طارئ في الأيام القادمة. المدير العام للمكتب الوطني للصرف الصحي أدلى بتصريح بعد انتهاء عملية شفط المياه، قال فيه: بدأت أمس مع الساعة 5:30، واليوم بعد 24 ساعة تقريبا الحمد لله جميع الطرقات والمناطق اللي منخفضة اللي كانت فيها مياه راكدة
الحمد لله. نأكد للجميع بأن إن شاء الله العملية تمت بسلاسة. الفضل يرجع هنا لفخامة رئيس الجمهورية والتوصيات الصارمة اللي أعطاه أثناء مجلس الوزراء قبل الأخير، وكانت التوصيات واضحة بعلن الاستعداد للحملة الخريفية المطرية اللي ممكن تنجم عنها الكثير من المشاكل سواء الخسائر البشرية أو المنشآت. اليوم ولله الحمد تم التحكم بسلاسة فيما يخص العملية بصورة عامة على مستوى الولايات نواكشوط الثلاثة، وإن شاء الله الجهود مستمرة. ومرة أخرى نختار باسم ساكنة وباسم الوزارة وباسم الكل نشكر فخامة رئيس الجمهورية على الجهود الجبارة اللي باذل من أجل الحفاظ على سلامة المواطن والمنشآت الصرف الصحي الموجودة على العاصمة نواكشوط. الكرام، نهاية النشرات. الكرام بالعناوين: رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح عمل الجمعية العامة الرابعة لتحالف الساحل. اختتام الدورة 12 لمجلس وزراء مجموعة دول الساحل الخمس، والمجلس يصدر قرارات تهدف إلى تسريع وتيرات التنمية وتعزيز أمن دولة المجموعة. وزير الزراعة يزور مشروع استصلاح مزرعة بحيرة تركيز ويؤكد أن الدولة تعول عليه في رفع تحدي الأمن الغذائي. شكرا على كرم المتابعة، دمتم في أمان الله.